سلام البنات، كنتمنى اموركم كلها تكون مزيانه وبخير وعلى خير. اليوم غادي نديكم لواحد البلاصه كيبيعوا فيها الزرابي ارخص ثمن، ثمن في متناول الجميع، وغنديكم تغداو في واحد البلاصه زوينه. كملوا الفيديو حتى الاخر، راه كله مفاجآت البنات. هاد البلاصه ديال الزرابي كيبيعوهم بثمن ناقص بارابور على بلايص الاخرين. الموكيطات كيبداو من 85 درهم، اليو اللي غادي يكونوا 120 درهم ردوهم 85 درهم، واللي 140 درهم ردوهم 100 درهم، والزرابي ردوهم كاينه ديال 130، لا اسمحوا لي، ابتداء من 150 درهم بادين. عندهم داكشي زوين ورائع ديال تركيا. الموكيطات بالنسبه لهم كاين اللي كيكون ديال الغبره كيطلعوا على الغبره، وكاينين اللي لا كيفهمك كلشي. هادشي الحاجه اللي زوينه في هذا المحل، وانا خديت هذا ما كيديرش الغبره، بلايص اخرين كيدير 140 درهم، انا خديته 100 درهم. موكيط زربية ما كيديرش الغبره نهائيا. ومن بعد مشيت للسوق الصالحين اللي جا حدا حي كريمه، حدا مرجان ديال حي كريمه، خدات اختي هاد الكنار زويون. ومن بعد مشينا تغدينا السرديل، شبكه ديال السرديل كدير 13 درهم. بغيتيها مشرمله بحال هادي وحده على وحده فوق وحده بالشرموله، بغيتيه طويل مشوي عادي، صالاد بخمسة دراهم، الفريت سبعة دراهم، الهريسة أنا حاطة هنا جوج شبكات ديال السرديل، كلشي على ديك الكوكا هي اللي كتهضم. مشهيتكم في هاد الغديوة، راها زوينة وبسيطة وفي متناول الجميع، أي واحد ممكن أنه ياخدها. من بعد خرجت من سوق الصالحين، لا يسولني على بلاصة الزرابي، راه جات في عين بيعات في شارع بنو الهيتم. اللي بغى هاد المحل بالضبط يكتب لي في الكومنتير، غادي نجاوبهم ان شاء الله. راه دايرين حيت انايا مشيت المحلات بزاف قبل ما نمشي لهذاك المحل، لقيتهم غاليين بزاف. كما قلت لكم الموكيطات اللي دايرين 85 درهم دايرينهم 120 درهم، واللي اللي باع لي هاد السيد واللي دايرين 100 درهم عند هاد السيد دايرينهم 140 درهم، يعني نقص عليا بزاف. وانا هذاك ديال 140 درهم خديته غير 100 درهم وما كيديرش الغبره. هذه الحاجه اللي زوينه فيهم، عنده الزرابيته هما زوينين، طابيات يعني شحال من حاجه ديرها في ثمن، يعني اللي عنده ياخذ واللي ما عندوش ياخذ. من بعد مشيت بلاصه ديال البغرير، ما شهيتكم فيها، خديتو مع احتراماتي صاحب البغرير. فما كنمشي لشي بلاصه انا كنصايبو زوين في الدار، بعض المرات كتكوني مزروبه كتاخديه، كيعطيوه ليا فيها الخرقوم كيقول لك السميده. هاد البلاصه اللي كنمشي ليها ما كيديروش فيها كاع الخرقوم، طبيعي كيديرو هذاك الشيء باش كيعجبني وكناخذو عندهم. فما كنجي سلا عند ماما كان الا ما كنتش نصايبو عندها ولا في داري نجيبو معايا، ضروري كنمشي لهاد البلاصه وكناخذها. صافي جيت عند ماما للدار، درت لينا واحد البريريت ما شهيتكم فيه، كلشي على ديك الرزه، اتي صحراوي اختي تشربي وتعاودي. انا راه ما عنديش مع اتاي، وفاش كنجي عند ماما وكتصيبوا لي في حلاوته وبرزته كيعجبني، كنبغي ضروري نشربو عندها، كيعجبني بزاف. صافي نتوما هما لي الخير، حطينا داك البغرير، صايبات لينا واحد البريريت ديال اتاي، صافي فرقات علينا الكيسان. من بعد حطات لينا حطينا الطبسيل ديال البغرير، حطينا معاه زبيده. ها نتوما مشهيتكم في الكويس، صافي الزبده العسل الزيت اللي بغى شي حاجه راه كيديرها في البغريره ديالو. انا تندير نيشان العسل، مشهيتكم البنات. وشتي كي داير غزال وناتيغ، ما قال ديال الخرقوم ما قال والو،
خصكم البنات تبقاو تختاروا فين تاخدوا اي حاجه، المغرب اي حاجه دوروا عاد تاخدوا، ما تجيوش تاخدوا، حيت انا درت بيا قبل داكشي شو كي محمر تبارك الله من تحت، انا كنبغي محمر ما كنبغيش معجن. ما شهيتكم البنات، ما تنسونيش من لي جيم هاد الفيديو، بارطاجيوه مع صحابكم كي تعم الفائده، وتابونيو معايا باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله مع فيديو جاي ان شاء الله. تبقوا على خير.